antidote administered. عالم اليوفو عالم غريب مملوء بالإثارة والمغامرة، وكذلك في بعض الأحيان بالمجازفة، لأنه عادة الأماكن التي تظهر فيها هذه الأجسام تكون في الأماكن الخالية أو أمام ثكنات عسكرية أو السدود العملاقة. يطلقون اسم الأجسام الطائرة المجهولة اليوفو على أي جسم مجهول الهوية أو ظاهرة غريبة خارجة عن المألوف تشاهد في السماء. وقد ذكر الكثير من هذه الظواهر عبر التاريخ، ووردت في مخطوطات تعود لعصور غابرة، واختلفت تفسيراتها حسب اختلاف هذه الشعوب لعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، لكنها انتشرت على نطاق واسع في العصر الحديث، أي في بداية عصر الطيران والملاحة الجوية والفضائية، وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1948 بدأ سلاح الجو الأمريكي يعمل على ملف يجمع تقارير تخص هذه الظاهرة الغريبة والتي سميت في حينها اليوفو. وقد سمي هذا المشروع بالكتاب الأزرق بالإنجليزي بلو بوك، وأجبرت المشاهدات العديدة رادارية وعينية قرب مطار واشنطن الدولي. وكان هذا الفريق يعمل تحت رعاية وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وكانت نتائج الأبحاث تصنف بالسرية التامة، لكنها تحررت فيما بعد بسبب ضغط الرأي العام. وقد لخصت نتائج هذه الأبحاث بتقرير يقول أن 90% من المشاهدات التي تناولت ظاهرة الأجسام الطائرة كان سببها يعود لعوامل فلكية أو جوية، مثل كواكب شديدة اللمعان أو نيازك أو الشفق القطبي أو غيوم وسحب أيونية، أو هي عبارة عن مغالطات في تمييز الأجسام المألوفة، مثل الطائرات أو الطيور أو بالونات أو أضواء كاشفة وغيرها. لكن المشاهدات المتعددة التي تلت خروج هذا التقرير، والتي سجلت في أوروبا وروسيا وأستراليا والهند وأفريقيا وغيرها من باقي أنحاء العالم، أجبر الحكومات الغربية على تشكيل فريق بحث آخر في شباط 1966، لكنها خضعت أيضا لسيطرة أجهزة الاستخبارات التابعة لها. وقد خرج هذا الفريق بنتيجة مشابهة لنتيجة الفريق السابق. لكن كل ذلك لم يمنع وجود ظواهر غير قابلة للتفسير، ولا زالت تقارير المشاهدات تتوافد من مناطق مختلفة من العالم. وفي منتصف الستينيات من القرن الماضي خرج فريق يضم مجموعة من العلماء والمهندسين، أشهرهم عالم الأرصاد الجوية جيمس ماكدونالد من جامعة أريزونا، وعالم الفلك ألانا هاينك من جامعة أيفينستون إلينوي، بنتيجة فحواها أن نسبة معينة من الوقائع والأحداث التي تضمنتها تقارير المشاهدات تشير إلى ما يؤكد وجود زوار عاقلين من الفضاء الخارجي. هذه الفرضية المثيرة التي خرج بها هذا الفريق بعد دراسة مفصلة وتدقيق في التقارير والتي نشرت بالصحف وأجهزة الإعلان، واجهت مقاومة واستنكار شديدين من طرف علماء آخرون.
وهذه المواجهة الضارية التي استمرت لفترة بين العلماء المكذبون والمصدقون أجبرت سلاح الجو الأمريكي على إقامة أبحاث تستهدف وضع إطار نهائي لهذه القضية المستعصية. في الحلقات القادمة سوف نتطرق لتفاصيل أكثر. تابعونا على قناتكم، قناة أسرار ليست للجميع. Antidote administered.